السلام عليكم شباب معكم جاد من اول جهدي هذا الفيديو راح اتكلم معكم عن كيف تقدر تحسن مستواكم في كول اوف ديوتي وخاصة الايم هذا الفيديو راح اتكلم معكم بس كيف تقدر تطور الايمك في كول اوف ديوتي طبعا هذا الفيديو الاول ان شاء الله تعجبكم السلسله واذا عجبك هذا الفيديو تقدر تعطي لايك وفير سبسكرايب وتسوي الشير حق اخوياك راح يصير في فيديو متاكد من هذا الشيء لان هذا الشيء كنت اسويه من ايام بلاكوبس اوبس 1 ادخل كاستم جيم واعدل الايم فيه طبعا راح اشرح لكم بالتفصيل كيف تسويه بالضبط وراح أتأكد من اول يوم من اول يوم راح تشوف فيه فرق في العين فخلينا نبتدي معاكم في نقطة لازم تفهمها قبل أن نبدي هذا الفيديو. في حاجة اسمها ميموري Muscles عضلات في دماغك انك اذا عودت على شيء تسويهم دائما تسويه بدون ما تفكر فيها. مثلا خلينا نقول اذا بتجي تكتب مثلا تغمض عينك وتكتب خلاص انت متعود انك تكتب دائما تكتب تكتب فتكتب وانت مغمض شيء سهل هذا الشيء يسمونه مومري ماسلز فاذا فهمت هذه النقطه هذا الشيء راح يسهل عليك كثير في اللعب ف فح... راح يعطيك صبر اول شيء اللي عليك تسويه تدخل كاستم جيم اختار السلاح اللي تحب تلعب فيه انا بالنسبه لي حق عدل الايمي اختار الارجوس او العب بسب ماشين على حسب السلاح اللي راح العب فيه هذا اليوم مثلا راح العب سب ماشين ادخل اسوي كلاس سب ماشين اللي راح العب فيه الاونلاين بالضبط اخليه نفسه، عادة انا اخلي جوست فاست هاند شيء اساسي فاست هاند في كل شيء فاست هاند، فاست هاند رقم واحد في كل حاجة عندي، احب اسوي بسرعة واحط بلس سبرسر، هذه الاثاث البركات اذا بلعب بابليك جيم هذا اول شيء اسويه دائما، وطبعا بعدين اغير على حسب. المهم مثلا خليني اختار سلاح الكودة راح العب فيه، احط عليه فور جريب وكويك درو وتقريباً هذا كل إذا تحب تحب سايلنس أو ما تحب سايلنس هذا الشيء راجع عليك، ونحط مثلا البرك الأخير أويرنس، بالنسبة لي أنا أسمع سماعاتي ممتازة فراح أخلي الأويرنس، وخلينا نحط اللونج برر عليه، لونج <applause> برر، هذا برك ممتاز أو كلاس سيت أب ممتاز راح تقدر تسخن فيه وتلعب فيه طول اليوم، <applause> فاللي عليك تسويه الحين وش تسوي؟ تروح سيت أب جيم، تخلي بوت ضدك مثلا ثمانية تسعة، أنا عادة نخلي رقم ثمانية، وتخليهم أصعب شيء، مرة أصعب شيء. خليه تسعة مرة خليه تسعة ايديت جيم رول لا تخلي فيه وقت ابدا لا تخلي فيه وقت ولا تخلي فيه احد ولا تخلي فيه سكور ليميتد اللي, اللي عليك تسوي وطبعا نسينا جيم شيز موت فري فور اول وغيرنا الاعدادات أفا فري فور اول يا حبيبي وهذه ممتازه فتبتدي الجيم اللي عليك تسوي على الحين تقتل من 200 الى 300 واحد بدون ما توقف اقتل 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 من 200 الى 300 واحد انا متاكد بعد 200 الى 300 واحد سجل مقطع من اول 10 تقتلهم واخر 10 تقتلهم وراح تشوف فرق في الايم عندك كبير 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 اول شيء اول شيء اول شيء هذا جديد جديد اول شيء راح تتعود على السلاح اللي تلعب فيه وتفهم كيف قوه السلاح اذا قتلت 300 واحد فيه وانت في كاستم جيم رح تحس بسلاح تعرف متى السلاح راح يقتل تعرف السلاح وين قوته تعرف السلاح وين ضعفه وكيف انك تستخدمه بالضبط اذا في سلاح جديد ابي استخدمه وما اعرف كيف استخدمه اسوي هذه الحركه ادخل العب نفس الحركه اللي اسويها يوميا والعبها العب اختم من 100 الى 200 اذا حسيت الايم حقي صار ممتاز دخلت لعبت اونلاين وسويت ستريم على طول لان اوريدي داخل وانا واثق لان الايم حقي راح يكون ممتاز بس لو مثلا أو الايم حقي ضايع مال دستني فخلينا نقول مثلا ان انا ما سخنت وش اللي راح يصير؟ راح تنقتل مره مرتين ثلاث اربع خمسه وبعدين وش اللي راح يصير؟ راح تتكره تكره انك تلعب وتقول تقول اوه الايم اللي حقي مو عاد تقعد تحطم على نفسك وتقول يا ليتني سويته يا ليتني سويت فعرفتم كيف؟ خلوه كذا راح يكون طبعا الماب فوضى مره في فوضى. <applause> اب سوري فهذه حركه شباب سووها وانا متاكد من اول يوم من اول يوم راح تشوف في فرق في الايم عندك اذا تسويه كل يوم دائما قبل تلعب حتى لو بعد خمس سنوات تلعب كول اوف ديوتي لازم تسخن الايم اللي حقك اذا تسخن الايم وضعك راح يكون ممتاز وسليم جربوا هذه الحركه شباب وجرب بالسلاح اللي تحب تلعب فيه وحاول ما تغير اسلحه كثير لان اذا لعبت بالاسولت ولعبت بالسب ماشين جن راح يفرق اسلوب اللعب كامل وراح تتغير تحركاتك كامل في الماب فاتمنى شباب عجبكم الفيديو اتمنى ان استفدتوا منه جربوا هذه الحركه واعطوني رايكم في الكومنتات. تحت لكي هذا الفيديو اتمنى أن اعجبكم لا تنسوا اللايك والسبسكرايب شو على خير الفيديو الجاي السلام عليكم يا عيال